مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هضره الزنقه. الكلمه اللي اختارين لكم اليوم هي كلمه الاراره. خلينا ناخذوا اراء الشارع المغربي. عبد اللطيف، شرب يا خويا درتي الاراره. السلام عليكم. السلام، عاشك مبروكه. الله يبارك فيك. خليهم اخويا، بغيت نسولك شنو كتعني لك كلمه الاراره؟ راه شي واحد يدير لك الصداع، شي بقى برزت فيك، شي بقى نغوص تقول لي درتي لي الاراره، صداع الراس. الاراره خويا طلعت لي الدم، خربقتي لي الراس ديالي، انا رونتيني انا. الاراره زعما صدعتيني، زعما برزطيني. الاراره هي بحال لي نيرف، حيد عليا صافي نيرفيتيني. انت كتقول الاراره؟ الاراره تنقول لشي واحد برزت لي راسي، تنقول لي الاراره، درتي لي الاراره. الاراره هي شي حاجه طلعت لك في راسك، ولا تشونا ماغ زعما باش تسمع ديك الحاجه، فهمتي؟ واخا عندها شي مرادفات اخرين. عندها طياره فرفاره. كنقولوا درتي هي الفرفاره دابا. باش تبرد عليك الطياره كيخصك فرفاره، فهمتي؟ عاجبك؟ فهمت، شرح لي مزيان. دابا الطياره كدير لك شي لعيبه في راسك، خصك فرفاره باش تبرد، فهمتي؟ كتكالما شي شويه. بغيتي تسمح لي؟ انا نهضر مع حسن. حسن الله يحفظك، سالي معنا غير الميكرو طرطوار وعاود عيط ليه. قطع، راه كنسولو على الكلمه ديال الاراره. هاكا تليفونك. علاش الاراره؟ شنو كتعني لك كلمه الاراره؟ شي حاجه تنغلك بلعبك. اش كدير لك؟ شي حاجه تنغلك بلعبك ولا؟ كتنغلك بلعبك. ما تقدرش تقول شي كلمات قدام الواد بحال الاراره ودرتي لي الطياره. ودابا درتي الطياره؟ الطياره انا اول مره كنعرفها وكتدخل لي راسي من الاغنيه ديال جو بونس اسماء منور ولا جميله ولا ما عرفتش شكون اللي غنى هذه الاغنيه، سمعتها في الراديو. بحال مثلا هذوك الاغاني ديال درتي لي الطياره، هادشي ما عرفت، هداي داي الهداي داي، شي كلمات زعما ما حشومه كاع تبدا تتقال بحال هكا، لان ما عندها حتى شي معنى، حتى شي لغه. اش كدير؟ كتشري كتوبه؟ واحد دقيقه نسولك. واخا قول لي شنو كتعني لك كلمة الأرارة؟ أنا هي شي واحد دار لك الطيارة صدعك تشارك. دار لك؟ الطيارة بحال أسماء المنور. ما الأسماء المنور؟ أغنية. مالك كتغني؟ بغيت درتي لي يا الطيارة، درتي لي يا الطيارة، صافي. هذه هي الأرارة، تنعرفها بأرارة، ولكن عيب، عيب هذيك الكلمة ديال الأرارة. الأرارة ما تتكونش في هذا المجتمع، دابا المجتمع كلشي ولا يقول أرارة أرارة. شي حوايج عاوتاني تتقال راه ماشي تالي، فهمتيني؟ والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق هادشي اللي غنقولوا. الاراره هي الـ هي الـ هي كنقولوا هي درتي لي الصداع، فهمتي؟ وهذه لغه عاميه، ولكن هو الـ هو الـ هو المشكل الاساس ديالو هو المشكل ديال التربيه وديال التعليم. شوفي شوفي، خذي داك الصباط راه حسين من الاخر، رخيص، خذي خذي. هذاك واخا، خلينا من الصبابط ونسولك، شنو كتعني لك كلمه الاراره؟ هاد الهضره ما كانتش شحال هادي، دابا ولينا كنسمعوها. شنو كنسمعوا؟ هاد الهضره هاد الاراره، هاد الكلمات جداد علينا. الهضره ديال الكيلو، الهضره ديال الشواري، ياك اللي كيقول الحمار حاشاك غادي ديال الكيلو، حوته كتخنز كاع الحوت اللي في الشواري. بيلوط على هاد الحساب ياك؟ بيلوط. وقلتي درتي الطياره، وين درتي الطياره؟ شكون انت بيلوط؟ لا ويلا لا 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 كارميلو. ماك انت كارميلو؟ مي كارميلو اللي كيسوق الطياره. هذا دابا انت كدير بنادم الطياره وما فهمتش. بجوج كدير بنادم الطياره وكتسوق الطياره. كدير بنادم الاراره. انت في وقتكم كانت هذه الكلمه؟ ما كانتش هذه الكلمه، وانا قلت لك كان واحد الغوص، واحد الكلمات، واحد اللغه ديال بيناتنا تنهضروا بها، تيزيدوا حروف ولا تيقلبوا الكلمات، ولا كانت هذه القضيه، ولكن ما كانتش شائعه بحال دابا، وما كانتش واصله للاغنيه وللمسرح وللسينما، كانت حتى الشارع ما تقدرش تهضر بها حتى في الدار. نبغي نقول لهم هذه الهضره ما خصهاش تكون، حيت ما عندها حتى شي معنى. الهضره اللي عندها معنى نقولها، واللي ما عندهاش معنى ما نقولوهاش. وعنده اي واحد عنده الحق يقول اللي بغى، عنده حريه ديال الهضره يقول اللي بغى، وياك ما كيتفاهموا بها، ياك كتقول لك الكلمه وكتفهمني وكتقول لي كنفهمك في راسك، ما خصش اللونغاج ادميتخو، ما عندنا الا نباكو فيه. سيادنا، حلقتنا انتهت، وكانت هذه هي اراء الشارع المغربي. انا رجبت الموتور ديالي، ولا ما ديروا لي الاراره ولا الطياره، خليني نركب نمشي. تهلاو، نتلاقاو في حلقه جديده على قناتكم شوف تيفي.